مباراة مولودية الجزائر واتحاد بسكرة في الجولة 12 من الدوري الجزائري. لكي تشاهد المباراة ما عليك فقط من الضغط بالزر لايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم. ملعب المستضيف لهذه المباراة ملعب استاد 5 جويلية. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون كالتالي في تمام الساعة 3 مساء بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس، والرابعة بتوقيت القاهرة، والساعة 5 مساء بتوقيت السعودية وقطر. أما بالنسبة لقنوات النقل هذه المباراة قناة الجزائرية الأولى الناقل الحصري لهذه المباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم، ونضرب لكم موعد في المواعيد المقبلة.